ازيكم؟ كيف انكم يا متابعيني على قناة هدية الأكل والخبيث؟ هنبتدي معاكم شوية بدري خالص على خبايز أعياد الكريسماس، لكن عشان يوصلكم كل من جديد ياريت الاشتراك على قناتي، وممكن تتواصلوا معايا على صفحاتي الاجتماعية في الفيسبوك والإنستغرام. النهاردة هعمل لكم سنبوكسة محشية باللحمة المفرومة على شكل شجرة الكريسماس، فهنا هستعمل 3 كبابي منخولين من دقيق ذاتي التخمير. المقادير اللي هزيدها على الدقيق هي ملعقة صغيرة بتاعت ملح، نص ملعقة صغيرة بتاعت هبهان مطحون، نص ملعقة صغيرة محلب مطحون، وعندي ملعقتين كبار من السكر. وإضافة للمقادير هستعمل ملعقة كبيرة من الخميرة مجففة السريعة، هضيف برضو ربع كوباية من السمنة، ممكن تستبدليها بالزيت أو الزبدة، وهنا عندي كوباية لبن دافي كامل الدسم. سنبوكسة شجرة الكريسماس هحشيها باللحمة المفرومة العجالة، وأنا أوريدي حمرتها وجهزتها، ودي 350 جرام. وعندي هنا بيضة متوسطة الحجم بحرارة الغرفة هتم بيها وجه السنبوكسة، وخليط من السمسم وحبة السودة. هبتدي هضيف حاجات المواد بتاعتي للدقيق. طريقة السنبوكسة دي سهلة جدا جدا، كل اللي هعمله هضيف على 3 كبابي من الدقيق بتاعي اللي هو السيلف ريزنج فلاور المنخول، ملعقة الملح، ونص ملعقة الهبهان المطحون، ونص ملعقة المحلب المطحون. هخلطهم مع بعض لحد ما يتجانسوا، وفي الوقت ده هحضر الربع كوباية من السمنة مع كوباية اللبن، وحيكون عندي دافي بحرارة الجسم، وحضيف عليهم ملعقتين الكبار من السكر وحدوبهم في الأول. بعد ما اتأكدت ان السكر داب في اللبن الدافي، حضيف هنا ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية وحدوبها مع اللبن دافي، وحتأكد انها متفاعلة. كل اللي هعمل ان انا حضيف السائل بتاع اللبن والسمنة والخميرة على الدقيق، وحبتدي هعجن بإيدي. ممكن تعجني بالخلاط، بس انا بفضل اعجن بايدي، وهحط على جنب شوية لبن دافي لو احتاج العجينة بتاعتي. هنا اضفت ملعقتين زيادة من اللبن الدافي وعجنت. العجينة دي كل ما بتعجني فيها زيادة بيطلع القوام بتاعها احلى، ومفروض تكون شوية ملصقة في الايد لكن ناعمة في نفس الوقت. هنا خلاص انا خلصت العجن بتاعها، وزي ما انتوا شايفين ملمسها ناعم شديد جدا. هجيب بعد كده ملعقة كبيرة بتاع السمنة وهدهن العجينة في كل الوجه بتاعها، معاها برضو الصحن بتاعي من الجنبات كمان. هنا خلاص أنا لازم أخلي العجينة ترتاح، فهغطيها بكلينفيلم وهخليها في مكان دافي لحد ما تختمر وتتضاعف في حجمها. هبتدي هنا هحضر بقية المكونات بتاعتي. في عند البيض اللي أنا هضرب عليها وش السنبوكسة، هضيف عليها ربع ملعقة من الملح وربع ملعقة من الفلفل، وهضربهم مع بعض. خلاص العجينة بتاعتي هنا ارتاحت وخمرت وتضاعفت في الحجم، وزي ما شايفين بالطريقة دي هي لينة، لكن أنا هضطر لازم أفرغ منها كل الهواء. هبتدي هقطع العجينة بحجم كور صغيرة جدا، يعني تقريبا حجم البلية، وهعمل منهم 7 كور. هبتدي بواحد، بعد كده 2، بعد كده 3، بعد كده هو رجل شجرة الكريسماس. هبطت العجينة بإيديا وهبتدي حملاها باللحمة المفرومة، وهكورها من تحت وهقفلها، وهحط أول راس شجرة الكريسماس. بعد كده هستمر بالثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وهي 7 الأخيرة هي رجل شجرة الكريسماس. ملاحظة، الكور لازم تكون لاصقة شديد جنب بعض عشان ما يفرتكوش من بعض ويدوكي منظر شجرة الكريسماس، يعني تحاولي قدر الإمكان تلصقهم شديد جنب بعض. بالرغم ان هي الشغلانة شوية بتاخد وقت ومجهود، لكن صدقوني اول ما تخلص ويبقى منظر شجرة الكريسماس يتكامل مع بعض، هتلاقوا منظرها مفرح جدا جدا جدا. لو لاحظتوا هنا الشكل الوحيد المختلف هو رجل شجرة الكريسماس، لازم يكون على شكل بيضاوي عشان يديها المنظر المظبوط بتاع الشجرة. وحاولوا بقدر الإمكان لازم تلصقوا كل عجينة جنب الثانية وتضغطوا شوية عليها عشان هي لسه هتخمر تاني، فلازم تتلصق جنب بعض كويس من الأول. شوفوا منظر شجرة الكريسماس كيف يتكون، وطبعا شكله مفرح للقلب. هنا خلاص هبتدي هخلص كل الكمية، بس أنا بقول ملحوظة، اللي ما بحبش اللحمة المفرومة ممكن يحشيها بأي حشوة تانية مختلفة.
بعد ما خلصت كل الكمية دهنت وشها بالبيض ورشيت فوقيها السمسم وحبة البركة السوداء. كل الكمية خلصت هنا معايا، فحسخن الفرن على درجة حرارة 180 سلسيوس لمدة 15 دقيقة أو أكثر على حسب الفرن، أو لحد ما لونها يحمر من فوق. شايفين منظر شجر كريسمس كيف مفرح للقلب؟ صحيح احنا منتظرين العيد بفارغ الصبر. اما بقى العجينة قطنية وزي الملبن والطعم روعة جدا. شكرا كثير جدا لمتابعة هذا الفيديو. لوصفات اخرى سودانية مصرية افريقية او عالمية، الرجاء ان تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب لقناتي هدية الاكل والخبيث، حتى القاكم في وصفة جديدة. يلا مع السلامة.